السلام عليكم. شرحنا في الفيديو السابق كيفية تنزيل الـ IEEE template، مثل ما ذكرنا، يعني إذا كنا نعمل مع أي مؤسسة للنشر راح يكون هناك template اللي هو يعني الصيغة العامة للدوكيومنتس اللي يحتاجون أنه نقوم بكتابتها وتسليمها لهم، موجودة على المواقع الرسمية لهم. وعرفنا كيفية البحث عن الـ IEEE template وكيف تنزيلها والبدء بتعديل الأمور الرئيسية أو الأساسية عنها. بعد ما قمنا بفتح هذا التمبلت في داخل الـ تكست ميكر، يعني هذا البروجرام، شفنا انه كيفيه تعديل التايتل وكيفيه تعديل معلومات الاوثرز وهذه الامور الاخرى، يعني الابستراكت وغيرها من الاشياء الاخرى. في داخل كل واحده من هذه الـ يعني السكشنز او السب سكشنز، كل اللي راح يكون موجود هو مجرد كتابه يعني دوكيومنتس او نصوص معينه تكست. يعني الشيء الرئيسي او المهم عن هذا البرنامج مثل ما ذكرنا هي أربع أمور رئيسية. أولاً كتابة المتغيرات أو الفاريابلز أو الرموز الخاصة، ثانياً كتابة المعادلات، ثالثاً إرفاق أو إدماج الصور، ورابعاً كيفية كتابة الجداول. هذه تعتبر الأمور الرئيسية اللي يعني يجب التركيز عليها. أما بقية الأمور فأعتقد أنه يعني مع الممارسة يستطيع الشخص تعلمها لوحده. بداية على فرض أنه إحنا لدينا مثلاً فد يعني في داخل الانترودكشن نفترض أنه لدينا فد فاريابلز معينة. هنا الفاريبلز او اي واحد من المتغيرات او اي واحد من القيم الرياضيه اللي نريد ان نقوم بكتابتها يعني بطريقه رياضيه، يعني كانه واضحه كانه هي متغيرات في داخل الدوكيومنت. مجرد انه نقوم بانه نسبقها بعلامه الدولار ساين وننهيها بعلامه الدولار ساين. هنا يعني اذا كتبنا مثلا الفاريبلز هي اي بي سي وليكن مثلا بعد ذلك يعني دي الى اخره، اي واحد من هذه الرموز اذا اردنا نكتبها على شكل متغيرات في داخل الدوكيومنت فنسبقها بدولار ساين وننهيها بدولار ساين. بعد ذلك نقوم يعني ايضا يعني بضبط هذا او عمليه الكومبايليشن لهذا الدوكيومنت، ثم ناتي الى مشاهده هذا الشيء. فتلاحظ انه هنا عندنا مثلا في داخل الانترودكشن the variables will be a b c d e الى اخره. تلاحظ انه هنا شكل هذه المتغيرات يختلف عن الكتابه العاديه، لانه هنا عرفناها على انه هي يعني ماثيماتيكال variables، لانه سبقناها بهذه علامه الدولار ساين وانهيناها بعلامه الدولار ساين. هذه بالنسبه للحروف العاديه. اما اذا اردنا ان نقوم بارفاق فد يعني سبيشال كاركترز او رموز خاصه، الالفا البيتا الجاما غيرها من الامور الاخرى، ايضا هذه كل واحده منها ممكن انه ناتي يعني الى جوجل، يعني اذا اردنا انه نقول كله مثلا جريك لترز لاتكس او لاتك، نعم يعني مثلا هذه البيتا راح تكون عباره عن سلاش بيتا، هذا الجاما الدلتا الابسلون. هنا تلاحظ ان هناك الكثير من المواقع العالميه اللي توفر لنا هذه الاشياء اللي احنا نحتاجها، سلاش الالفا البيتا الجاما الدلتا وغيرها من الرموز الاخرى. يعني هنا مثلا اذا اردنا نستخدم الكابا، مجرد انه نكتب سلاش كابا وبعد ذلك يعني في داخل الدوكيومنت، تلاحظ هنا يعني مثلا اذا اردنا في السكشن الاول اللي هو ايز اوف يوز او السب سكشن، هنا اذا اردنا نقول له بانه في واحد من الاسطر، يعني مثلا اف وي want to insert kappa letter then we must write dollar slash kappa وايضا دولار مره ثانيه وهكذا. تلاحظ انه هنا دولار لان على مود يدل على انه احنا راح نكتب شيء رياضي، ويعني بدايتها دولار ساين ونهايتها دولار ساين، وفي داخلها اكو عندنا هاي الكابا. هنا طبعا هسه راح نقوم بتنفيذها يعني وتحويلها الى البي دي اف. هنا نجي نلاحظ انه في داخل هذا السب سكشن الاول اللي هو الايز اوف يوز، تلاحظ بانه هنا اف وي ونت تو انزيرت كابا لتر ذن وي ماست رايت هذا الشيء. هنا طلع عندنا هذا الرمز هو اللي هو الكابا. احنا هنا كتبنا في داخل الدوكيومنت هذه العباره، فتلاحظ بانه هذا الكلام الطبيعي انكتب مثل ما هو ما عدا هذه الدولار ساين وكابا، يعني سلاش كابا دولار ساين، هذه تم يعني تبديلها بما يكافئها بهذا البرنامج. تلاحظ بانه كل واحد من الرموز الخاصه هناك فد كود، يعني نقدر نسمي كود برمجي مكافئ لهذا الرمز، بحيث انه احنا كتبنا سلاش دولار سلاش كابا دولار لكي تظهر عندنا هذا رمز الكي او الكابا يعني اللاتيني، وهكذا بالنسبه لبقيه الرموز الاخرى. طبعا هذه راح تفيدنا يعني اما انه في داخل التكست في داخل النص الواحد نستطيع يعني ارفاق الرموز الخاصه، او في داخل المعادلات يعني. وطبعا ايضا يعني لانه مثل ما ذكرنا بدل انه نذهب الى المانيوال ونبحث بداخله
نستطيع أن نأتي هنا إلى التمبلت اللي هو يعني أصلاً موضح لنا كل هذه الأمور. فنبحث عن الإكويجن. هنا أنا كاتب لك بأنه أكو عندك فت سكشن خاص يعني اسمه هو الإكويجنز اللي هي يعني هذا الإكويجنز واللي بداخله يعني يستطيع يعني إظهار الهيئة الرئيسية أو الأساسية أو البسيطة لكتابة المعادلات. فهنا تلاحظ بأنه أكو عندك سلاش بيجن إكويجن A زائد B يساوي لنا سلاش جاما ليبل إكويجن أند إكويجن. هذه ثلاث أسطر الهدف من أتها هو كتابة هذه المعادلة اللي هي A زائد B يساوي لنا جاما. طبعا هنا هذه المعادلة تعتبر بسيطة جدا. وهنا بعد ذلك تلاحظ أكو عندك سلاش ليبل إكويجن هذا هو هذا الليبل اللي هو يعني إعطاء فد رقم إلى المعادلة. طبعا هنا ممكن أنه هذه المعادلة تقوم بتوسيعها وتكبيرها بشكل يعني كبير جدا. وليكن مثلا إذا أردنا نسوي A زائد B تساوي لنا جاما مثلا تقسيم يعني يعني إذا أردنا نسوي فد يعني بسطو مقام هنا مجرد أنه نجي هنا ندور أكو عندك هنا هذا يعني الفراكتشر أو الفراكشن كسر. هنا الكسر راح يكون مثلا البسط مالت سلاش جاما والمقام وليكون مثلا سلاش بيتا مثلا يعني مضروبة كلها هذني في الجاما. يعني هذه هنا يعني مجرد تعديل بسيط على المعادلة. نلاحظ أنه بعد ما كتبنا هذا الشيء نجي نشوف المعادلة مالتنا صارت عبارة عن A زائد B تساوي لنا الجاما تقسيم البيتا مضروبة في الجاما. هذا هو المعادلة اللي احنا قمنا بتعديلها قبل قليل. ونفس الحالة يعني هذا مثل ما ذكرنا هذه الثلاث أسطر البسيطة للمعادلات ممكن أنه نقوم بتوسيعها بشكل كبير جدا أنه نقوم بإرفاق مجموعة من المعادلات في داخل يعني الرقم الواحد. أيضا يعني بالنسبة لأي شيء مثلا إذا أردنا نسوي الانتجريشن أو أي ديرفيشن مجرد أنه نأتي إلى الجوجل نكتب له ديرفيشن إن لاتكس أو لاتك. هنا مثلا إذا أردنا نسوي الإكويشنز والديرفيشنز تلاحظ أنه هناك الكثير من الشروحات عن هذا الشيء. هنا مثلا يقول لك بأنه إذا أردنا نسوي فد معادلة معقدة بهذه الطريقة شنو اللي نسوي؟ أرفق لك هذه الأمور أيضا slash begin equation ثم تقوم بكتابة كل هذه الأمور slash end equation slash begin alignment. هنا أيضا يعني ضبط المعادلات وكيفية توزيعها إلى عدة أسطر وتقسيمها يعني بهذا الشكل. هناك يعني مثل ما ذكرت شروحات كثيرة جدا موجودة أونلاين لكيفية توضيح كل أنواع المعادلات وكيفية حل كل أنواع الإشكالات اللي هي تكون في يعني ترتيب المعادلة في داخل هذا الدوكيومنت. بالنسبة للرموز الخاصة بالنسبة للمعادلات أيضا بالنسبة للجداول هنا نتلاحظ بأنه أكو عندك هنا هو قام بإرفاق فجدول بسيط هنا اللي هو سمى تيبل 1. أيضا هنا نجي نبحث في داخل الدوكيومنت تلاحظ بأنه أكو عندك التيبل موجود في السكشن اللي اسمه figures and tables. نجي نبحث هنا هذه figures and tables هذا طبعا مجرد يعني كلام يعني text. بعد ذلك أكو عندك slash begin table وكل هذه الأمور البقية وهنا slash end tabler slash end table يعني كل هذه الأمور كانت يعني في داخل التيبل. نجي لا نقارن ما بين محتويات هذا التيبل المعروض عندنا ومحتويات التيبل اللي موجودة هنا. طبعا هنا ممكن انه تكون سنتر تيبولر الى اخره يعني تقسيم الحقول هنا كم حقل تريد 1 2 3 4 راح تكون هنا عندك اربع اعمدة. هنا طبعا في داخل كل عمود ايضا كيفية تقسيمهن الى يعني سطر واحد او يعني سطرين او غيرها من الامور الاخرى. ايضا كل هذه الامور تعتمد على هذه الاشياء الموجودة في داخل هذا الستراكشر او الهيكل. بعد ذلك هنا عندك اكو عندنا مثلا التيبل كولوم سب هيد هذا اللي هو نفس هذا النص الموجود هنا ممكن هنا نسميه دي بيسك تيبل تايتل مثلا يعني هذه فد كلمه رئيسيه موجوده في داخل التيبل. في داخلها ايضا اكو عندك هنا التيبل هيد هنا تبحث عنه ايضا وتقوم بتعديله السب هيد هنا ايضا سب تايتل مثلا يعني مجرد انه تقوم بتعديل هذه الامور وتعديل هنا تيبل هنا شفناها شلون تعدلت عندنا ذا بيسك تيبل تايتل سب تايتل او سب هيد الى اخره من الامور الاخرى. طبعا هنا ايضا يعني مجرد انه اذا اردنا نضيف اسطر اخرى تلاحظ انه احنا كل سطر لازم سلاش اتش لاين ثم يقوم باضافه السطر اللي بعده. وهنا اكو عندنا هذا اخر شيء الفوت تيبل. هنا ايضا ممكن انه نقوم باضافه new line and هذه الاند راح تقوم باضافه يعني الحقل اللي بعده second seal and مثلا شو قد نحتاج ثلاثه او اربعه slash alpha
طبعا هنا لأنه هي يعني رمز رياضي ممكن يجب أن نحصرها ما بين 2 دولار ساينز، ثم بعد ذلك سلاش سلاش على مود ينتهي عندنا، وهنا نضيف له أيضا يعني سلاش اتش لاين. هذا كل يعني كل اللي سويناه هنا أنه قمنا بإضافة فتسطر جديد أو صف جديد إلى هذا الجدول. هنا أيضا نجي نشوف أنه صار عندنا نيو لاين سكند سيل، هنا الألفا، بعد ذلك هنا عندنا فارغة، وهكذا تكمل يعني بقية الجدول. أخيرا بالنسبة لإضافة الصور، هنا تلاحظ بأنه أكو عندك هنا فت صورة على رغم هنا نسميها سلاش بيجن فيجر، وهنا طبعا نسمي يعني منطيفة مواصفات معينة. طبعا هذه ال HTTP كل واحدة من أكو لها معنى معين، ممكن أنه تقوم بالدخول إلى يعني جوجل أيضا والبحث عن معاني هذه الكلمات. هنا سلاش سنتر لاين، هذه هي الصورة اللي يعني نحتاج أنه نقوم بإرفاقها. الصورة اسمها figure1.png. هنا طبعا كل ما نقوم بعملية الكومبايليشن قاعد يطلع لنا هذا الايرور، يقول بأنه هذه الفيجر اللي هو figure1.png is not found، يعني هذه الصورة اللي أنت تريد إرفاقها في هذا الملف هي غير موجودة. طبعا هو يقصد غير موجودة وين؟ يعني غير موجودة في هذا الدوكيومنت الفولدر اللي احنا قمنا بتنزيله، اللي هو مثل ما ذكرنا الكونفرنس تمبلت فور الاي تريبل اي. هنا تلاحظ بأنه هذه الصورة اللي هي اسمها figure1.png غير موجودة. فإذا أردنا أنه نقوم مثلا بإرفاق أي صورة مثلا يعني ولتكن لاندسكيب بيكتشر مثلا، يعني هذه الصورة ولتكن هذه الصورة مثلا، هذه الصورة إذا أردنا نحفظها مثلا سيف ايمج إلى الديسكتوب، سميناها هنا مثلا download.jpeg، سوينا لها سيف. هنا أيضا نأتي يعني من الديسكتوب نقوم بحفظ الصور، يجب أن تكون كل الصور محفوظة في داخل نفس الفولدر اللي احنا نشتغل عليه. هنا مثلا يعني عرفنا بأنه هي اسمها داونلود، ممكن نغير اسمها يعني ولتكن مثلا rename first.jpeg مثلا. نجي هنا إلى هذا الدوكيومنت، هنا نقول بأنه أريدك ترفق لي الصورة اللي اسمها first.jpeg. ما أعرف أنا إذا كان هو يدعم هذا الامتداد أو لا. طبعا نعم، هنا ظهر بما أنه اختفى هذا الايرور معناته هو يتعرف على هذه الصورة وراح يقوم بإرفاقها في داخل الدوكيومنت. ننقل هنا أيضا، تلاحظ بأنه قام يعني إرفاق هذه الصورة. فمثل يعني تلاحظ أنه طبعا هنا أيضا يعني تستطيع ضبط الصورة، يعني أنه تقوم بمحاذاتها مع بقية الأمور الأخرى، تجعلها متوسطة، تتحكم بالعرض والطول وأبعاد هذه الصورة. هنا first.jpeg هي هذه اسم الصورة وامتدادها، واللي هو مثل ما ذكرنا موجود في داخل نفس الفولدر اللي احنا قاعد نشتغل عليه. هنا الكابشن اللي هو الاسم اللي راح يتم ارفاق الصورة، هنا مثلا هو مسمي example of a figure caption. احنا راح شو نسمي landscape that we inserted، مجرد انه هاي يعني اي كلمه تحب انه تضيفها يعني اللي انه تكون عنوان لهذه الصوره. هنا تلاحظ بانه landscape that we inserted، هذا هو العنوان اللي احنا ضفناه. وطبعا هنا ترقيم الصور figure 1 2 3 4 هنا ايضا ياتي بشكل متسلسل، هو راح يخلصك من هذه العمليه بدل انه تقوم انت بحفظ تسلسل الصور وحفظ تسلسل المعادلات وحفظ تسلسل المصادر، هو راح يقوم يعني يتكفل بهذه الامور كلها. فتلاحظ بانه احنا عرفنا حاليا انه شلون نقدر نضيف فد رموز خاصه ونحصلها بين علامتي دولار ساين، شلون نقدر نكتب المعادلات، شلون نقدر نقوم بتعديل واضافه الجداول، وايضا يعني تعديل واضافه الصور. اخيرا مثل ما ذكرت انه بالنسبه للريفرنسز هنا يعني ايضا العمليه سهله. مثلا اذا اردنا انه نقوم بارفاق فد ريفرنس معين، وكان هذا الريفرنس مثلا هنا اردنا نسوي فد ات سلاش سايت بي 7 مثلا، لاحظ انه هنا عندنا عدد الريفرنسز اللي متوفره حاليا هم 7 مثلا. اذا اردنا خلينا نضيف الثامن مثلا، اذا اردنا نضيف البي 8، طبعا هنا البي 8 ما موجود هو حاليا، فكل اللي نسوي انه هنا بعد انتهاء البي 7 نجي نسوي له سلاش بيب ايتم بي 8، وهنا نقول له سم ريفرنس، مجرد انه تنقر لهنا، وهنا ايضا تنقر مره ثانيه. تلاحظ بانه هنا استضاف لك هذا الريفرنس الثامن سم ريفرنس، وهنا ايضا ضاف لك فد اخر مره احنا وين ارفقناها هنا ات هذا الثمانيه اللي هي اللي احنا ضفناها هنا قبل قليل، هذه هي ات سلاش بي 8.
هو هذا مجرد عملية ذكر يعني هذا القوسين وثمانية في داخل الدوكيومنت، واللي أيضا هنا يجب أن نقوم بإضافة فد سطر مكافئ لها. طبعا هذا السم ريفرنس قد يكون هو يعني هو لازم فد دوكيومنت يعني فد ريفرنس معين أنت يعني تقوم ب يعني جلبه من مكان معين. أنا عادة أفضل أنه تستخدمه scholar.google.com، وليكن مثلا إذا كان عندك الريفرنس اللي تريد إرفاقه وليكن مثلا ال 5G commercialization، ما أعرف أصلا هذا هو مجرد يعني فد عنوان عشوائي. نفترض أنه هذا هو الريفرنس الذي نريد إضافته. هنا أنا مجرد ببساطة مثل ما ذكرنا في الفيديوهات السابقة، مجرد أنه تنقل على السايت وتقوم بالنقر هنا، عمل كوبي ثم الذهاب إلى هذا الدوكيومنت، وليكن هو هذا الريفرنس اللي إحنا نريد إضافته. مجرد أنه هنا ننقل على بيست، تم إضافة هذا الريفرنس. مجرد أن نقوم مرة أخرى بالنقر هنا، أيضا النقر هنا على مود نسويه بي دي اف، لاحظ أنه هنا هذا الريفرنس رقم 8 تم إضافته بصيغة الـ MLI. MLI let's just check، نعم هذا الـ MLI اللي هو هذا يعتبر الستاندرد بالنسبة للـ IEEE. طبعا اكو بي الـ APA الـ شيكاغو الـ هارفارد غيرها من الريفرنسز الأخرى، كل واحدة من الاثنين ممكن أنه يعني واحد يستخدمها بحسب الحاجة. طبعا أعتذر عن السرعة في الشرح والاختصار الكبير جدا في تناول هذه الأمور، ومثل ما ذكرت يعني هذه مجرد نبذة مختصرة عن كيفية البدء في هذا البرنامج وكيفية بدء في كتابة الدوكيومنتس أو البيبرات البحثية بتقنية اللاتك. بالنسبة للأخوة والأخوات اللي مهتمين بمعرفة معلومات أكثر، مثل ما ذكرت يعني جوجل هو صديقكم الأول، أي شيء تحب أنه تبحث عنه مجرد أنه يعني تقول له مثلا equations and latic راح يعطيك هنا طبعا كثير من الأمور، mathematical expressions الأمور اللي تقدر يعني تبدي بيها. طبعا هنا راح يعطيك فد أمثلة بسيطة ويعني ما يكافئها في اللاتك، وأيضا يعني ممكن أنه تتطور مع الوقت وتشوف أنه أي شيء اللي أنت تبحث عنه راح تلقاه موجود هنا، الانتجريشن، السميشن، الباي، التكامل، التفاضل، غيرها من الأمور الأخرى كلها موجودة يعني في الجوجل، لأن هناك الكثير من المواقع العالمية المخصصة لهذا الشيء. أتمنى أنه يكون هذا يعني الكورس ما نقدر نسميه كورس، وإنما الدورة المبسطة المختصرة عن البدء في برنامج اللاتك مفيد بالنسبة للأخوة والأخوات اللي يفكرون أنه يشتغلون بهذا الموضوع. وأحب أن أؤكد أنه هو يعتبر ستاندرد عالمي، أغلب دور البحث العالمية اللي تحترم نفسها وتحترم الدوكيومنتس الخاصة بها تحرص على أنه يكون هو شغلها كله باللاتك. أيضا يعني بعض دور البحث أو دور النشر إذا كنت تقدم لهم البيبر اللي هم إذا كان حتى إذا كانت بي دي اف وواضح عليها أنه هي منتجة من قبل الوورد، أيضا راح يكون يعني هذا سبب من أسباب رفضها في بعض الأحيان. طبعا حسب ما ذكر لي أحد المشرفين يعني ما متأكد من هذا الشيء، لأنه أنا ما مجرب مسلم بيبر مكتوبة بالوورد في البداية. فأتمنى أنه يكون هذا الشرح مفيد للجميع، وننتظر طبعا أسئلتكم على هذه الأمور في الفيديوهات وفي التعليقات، وشكرا جزيلا للجميع ومع السلامة.